في المرتبة الأولى يحمل الفلسطيني في قطاع غزة إسرائيل المسؤولية عن التدمير والقتل وإصابة أكثر من 120 ألفا من الأهالي، لكن الأمر لا يقف هنا، فأصوات كثيرة أصبحت تخرج من غزة تلوم حركة حماس لإدراكها أن عواقب هجومها مدمرة، إضافة لعدم سعيها لتوفير أي شيء لمساعدة الأهالي، وباتصال أجرته نيويورك تايمز مع القيادي في حماس باسم نعيم لم يتفاجأ نعيم بأصوات الانتقاد، مضيفا أن الدعم الشعبي لحماس في غزة لا يقل عن 50%، لكن أهالي في غزة تتهم الحركة بالاستعلاء على جراحهم والعمل دائما لأجل مصالح حماس، وأن الحرب مستمرة لأن الحركة لا تسعى فقط للبقاء ولكن لإنهاء تتمسك بالحكم والسلطة وفق الصحيفة. هذا جانب من الأصوات. حسبنا الله ونعم الوكيل في اسماعيل هنية، وحسبنا الله ونعم الوكيل في محمد الضيف، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اسرائيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل متخاذل وكل من كان سببا فيما نعيش اليوم. حسبنا الله وانت نعم الوكيل فيكم. احنا بندفع ثمن، بندفع ثمن حاجه احنا ما عملناهاش. اسرائيل مجرمه، والسنوار قدم لاسرائيل خدمه، اقسم برب العزه، أقسم برب العزة، الخدمة اللي قدمتها حماس لإسرائيل ما قدمها بشر في الكون ولا قدمتها دولة في الكون. يعني حماس حط ايدها في مي بارد، ليش؟ ليش؟ بتدافع عن شعبها، انتخبناها، أنا انتخبتها بنفسي حماس، على أساس تغيير وإصلاح، على أساس تغيير وإصلاح، وين التغيير وين الإصلاح؟ هدمت البلد من أولها لآخرها وفجرت الشعب. الشعب مش لاقي ياكل. طب انتوا يعني مع احترامي لكم زي ما فاجأتونا بدخان الاقصى الحلو الرائع هذا، فاجئونا بانتهائه. يا عم انتوا رميتوا شعب في الشارع وبتقولوا دبر حاله، يا عم ان شاء الله شوفوا لنا حل، والله شوفوا لنا حل. بقت اكبر مشاكلنا مولد الرابع، اليوم مش ملاقيين ناكل، الناس مش ملاقيه تاكل هذا.